الأميرة حارسة الأوز، حكاية من التراث الألماني. يحكى في قديم الزمان أن فتاتين جميلتين قد ولدتا في نفس السنة وفي نفس اليوم، إحداهما ولادتها مباركة وقد فرح بها الجميع وهي أميرة، أما الثانية فقد ولدت لتكون ابنة تمتهن الشعوذة. كبرت الأميرة ذات الشعر الذهبي وأصبحت في غاية الجمال، أما الثانية فقد ترعرعت لتصبح مربية بالقلعة. وقد حان وقت زفاف الأميرة لتكون زوجة لأمير إحدى البلدان البعيدة، وقد حان موعد السفر. حبيبتي، لقد ولدت في مكان آمن، ولكن العالم الخارجي يختلف كليا، لذا احتفظي بهذه. وكان يعتقد بأن المرء يكون محميا إذا احتفظ بثلاث قطرات من دم الشخص الذي يحبه. أمه، سوف أحافظ عليها. وحزنت الأم كثيرا لفراق ابنتها الوحيدة، ولكن لابد من ذلك بعد أن قطعت الأم عهدا على نفسها بزواج ابنتها من الأمير. وحملتها الملكة بشتى أصناف الهدايا، ومن ضمنها حصان غالي الثمن يدعى فارلند. هيا يجب أن نذهب. هذا صحيح، فارلند حصان ناطق. لقد أرسلت الملكة مع الأميرة أجمل وأروع كنوز القصر، ولكن وللأسف لم تلاحظ بأن أجمل الخدم كانت البنت المشعوذة. كان الجو في أول يوم من سفرهم حارا جدا، وسرعان ما شعرت الأميرة بالعطش ونادت على الخادمة. أنا عطشانة جدا، أحضري لي بعض الماء من الجدول. إذا أردت ماء فاذهبي واحضريه بنفسك، لن أعتني بك. وفعلت الأميرة ما قالت لها الخادمة، فذهبت إلى الجدول وشربت. وهمست لها قطرات الدم قائلة: تشجعي يا أميرة، إذا سمعتك أمك تتنهدين هكذا سيتحطم قلبها. نعم. أنا أكره تلك التعويذة. نعم، لولا وجود تلك التعويذة لتمكنت الخادمة من أن تحقق هدفها. وهكذا وتحت أشعة الشمس المحرقة استمرت الرحلة القاسية، وأحست الأميرة بالعطش الشديد مرة ثانية. أرجوك انزلي واجلبي لي بعض الماء، أرجوك. اذهبي وأحضريه بنفسك، لن أعتني بك. لم يكن للأميرة خيار، فشربت الأميرة الماء بيدها. ماذا سأفعل؟ لو سمعت والدتك ما تقولينه ستحزن كثيرا، وبالتأكيد سيتحطم قلبها. تشجعي وكفي عن البكاء، السعادة قريبة منك. أجل، السعادة قريبة. تعويذتي. بدون التعويذة لن تساوي شيئا أبدا. سوف أصبح أنا الأميرة، أنا الأميرة. وهكذا عمدت الخادمة إلى تبديل ملابسها مع الأميرة، وخبأت الخادمة شعر الأميرة الذهبي تحت غطاء ولوثت وجهها. اسمعيني، إذا أفشيت سرنا هذا لأحد سأقتلك، سأقتلك بقوتي. تشجعي أيتها الأميرة، إذا سمعتك والدتك تتكلمين هكذا سيتحطم قلبها. تشجعي. فارلند، ذلك الحصان الحقير. أوشكت الرحلة القاسية على الانتهاء، وأخيرا أمكن رؤية قلعة الأمير. وصلت الخادمة إلى القلعة بشخصية الأميرة،
واستقبلها الأمير المسرور. أما الأميرة فأصبحت مراقبة أوز القلعة، وشاركها بالوظيفة طفل يدعى كلود. هيه اعملي بجد يا مملة، أسرعي وانفري الأكل. وأصبحت الأميرة المسكينة تتلقى الأوامر من كلود، وفوق هذا حدث شيء فظيع. لقد قتلت الأميرة المزيفة فارلاند لكي لا يفشي بالسر. أيها الأمير، أنا خائف جدا من هذه الفتاة الخادمة. قل لي مما أنت خائف يا كلود؟ سيدي إنها غريبة الأطوار، صدقني. تعال واروي لي القصة بكاملها. حدث ذلك عندما ذهبنا إلى الحقل مع الإوز، وعند مغادرة المدينة كان يجب أن نمر عبر بوابة طويلة مظلمة، وعند البوابة بدأت الفتاة تتكلم فجأة. عزيزي فارلاند، ها أنت هنا. لا، إذا رأتك والدتك الآن فسيتحطم قلبها. لا أريد حتى التفكير بما حدث. كان المتكلم حصانا، وبالأحرى رأس حصان مهشم. أرادت الأميرة أن ترى فارلاند كل يوم، فطلبت من الجنود أن يعلقوا رأسه على حائط البوابة. ليس ذلك هو الشيء الغريب فقط يا سيدي. نعم، عندما رفعت الفتاة الغطاء عن رأسها ظهر شعرها، وكان من الذهب الخالص. لقد كان جميلا للغاية، لم أستطع أن أمنع نفسي عن لمسه. وعندما لمسته ماذا تظن قد حدث؟ هبت ريح قوية وأخذتني بعيدا. إنها غريبة الأطوار حقا يا سيدي. نعم، بعد سماع القصة طلب الأمير من كلود أن يأخذ الإوز إلى الحقل، وفي اليوم اتعهم الأمير بالسر. أنت هناك فارلاند؟ آه يا أميرة، إذا رأتك والدتك الآن سيتحطم قلبها من القرص. نعم، أيت أميرة. ولما وصلوا إلى الحقول بدأت الأميرة بالغناء. هذه أميرة إذن. أخبريني ما اسمك؟ عفوا سيدي. أزاح الأمير الوسخ عن وجه الأميرة، وعندما رأى جمالها الحقيقي لأول مرة وقع في حبها في الحال. لا أصدق بأنك مشعوذة، لماذا تعملين مراقبة للإوز؟ أخبريني. أنا آسفة يا سيدي، لا أستطيع أن أقول لك. إذا قلت سأقتل. نعم، ماذا تقولين؟ لا تخافي من أحد، لن يجرؤ أحد على الإساءة إليك. في ذلك المساء أقيمت حفلة لتقديم عروسة الأمير. والآن سأقدم لكم جميعا محبوبتي الأميرة الجميلة. أنت لست الأميرة، الأميرة الحقيقية هنا. أنت اسمعيني جيدا، إذا أفشيت السر سأقتلك. أنت فتاة مشعوذة، انظري. كانت قطعة من قماش ملطخة بدم الأمير ليحمي الأميرة. يا إلهي، لقد فشلت. أيها الرجال اقبضوا على هذه المشعوذة. لا لزوم لذلك. عرفت المشعوذة بأن أمرها قد كشف، وبذلك لم يبق لها سوى الموت. لماذا؟ قل لي لماذا؟ أنا أيضا أردت السعادة، أردت السعادة. ومنذ ذلك اليوم والأميرة ذات الشعر الذهبي تعيش مع أميرها حياة سعيدة وهانئة.